طيب ايه اللي ممكن يحصل مع واحد مريخابي قوي واهلاوي جدا؟ ايه رايك لو انت تخيلت موجود معاك على التليفون انه مريخابي قوي واهلاوي جدا، هيعيش الحدث ازاي؟ معنا على الهاتف الاعلام السوداني الكبير الاستاذ السر احمد جدور. يا استاذ مساء الخير. مساء الخير عليك، مساء الخير عليك يا استاذ ابراهيم، مساء الخير على استاذنا عدلي القيعي، مساء الخير يا استاذ عدلي. مساء النور، وده قدرك ان يتواجه الاهلي والمريخ وانت عاشق للاثنين. لا انا دلوقتي يعني ذكرت برنامج بتاع الله، ما بعرف الله يديه العافيه والصحه. طاهر ابو زيد مطبات على الهواء. الاذاعه الكبير طاهر ابو زيد. ايوه مطبات على الهواء. ايوه فانا دلوقتي على مطب على الهواء. انت فاكر يعني ان احنا عاملين لك مطب؟ انا مطب جد يعني. طب قول لي. ولكن لكن انا اقول لسيادتك حاجه. اتفضل. انا اصدقائي الاهلاويه عملوا لي المطبات قبلك. انا عندي ابن خالي في اسكانيوس في الامارات. لما سمع القرعه رسل لي اغنيه سودانيه شهيره جدا. بتقول حيران في الحب انا اعشق مين؟ اميل شمال ام اميل يمين؟ اقول اهو ده واترك ده، ضميري يقول لي برضه كده. ولكن انا ما في مطب صحيح. لانه انا كاهلاوي ماشي للعشره. كاهلاوي عايز استناني بس، كاهلاوي عايز العشره. ايوه دقيقه امشي معك لقدام. طيب العشره دي يكاد يكون في اجماع افريقي على انه الاهلي ان شاء الله يحققها والاماني ممكنه. ولكن في نفس الوقت انا سعيد جدا بانه المريخ استطاع هذا الموسم ان ينتصر وان يصل الى دوري المجموعات ويصل على حساب فريق كبير جدا 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 هو انيمبا. احد المرشحين دائما. فدي ذات بالنسبه لنا كمريخاب حاجه عظيمه جدا تسهل الاحتفال. وانه يلتقي مع الاهلي كمان النجم الاحمر والشورت الاحمر، وعلى فكره في نبضه واحده في المريخ والاهلي، هم الاثنين اللون بتاعهم الاحمر لانه المريخ هو النجم الاحمر. فانت عايز تقول ان انت هتشجع اللي لابس احمر. بس برضه قول لي. لا نعم يعني المساله بالنسبه لي انا او بالنسبه للمريخاب والاهلاويه انهم عندهم احتفال هذا الموسم. انه الفريق اللي بيحبوه، ومن حسن الطالع انه حتكون المباراه البدايه هنا مع الاهلي. ايوه. واتمنى ايضا زي ما كان الختام بتاع الموسم المنتهي كان ختام في شمال الوادي، ان يكون الختام الجديد يجمع شمال وجنوب الوادي، والمريخ يستطيع زي ما تغلب على نيمبا ان يصل الى المباراه الختاميه. وفي ذلك الحين اقول قول الخليفه السحاب مرت حيث ما نزلت اتاني ريحها. انت شايف ان القدر قد يسعدك السعاده الجمة بتاهل الاهلي والمريخ جدا ويصلوا المباراه النهائيه. يا سلام يا سلام. وانا اقول لك اقول الراجل انت راجل بتاع لغه عربيه، مع الخليفه العباسي اللي قالوا له السحابه مرت قال حيث ما هبطت اتاني ريحها. امطري حيث شئت. ولذلك الوقت يكون حيث ما هبطت اتانا ريحها. صحيح. طيب بس ما انت تتمنى ان هم يلعبوا فاينل، انت فاكر ان انا هسيبك من غير ما اعرف في الدور ده في دور المجموعات؟ الاهلي لما يلعب مع المريخ السر جدور مشاعره مع مين؟ لا ما ينفعش كده يا استاذ ابراهيم. ينفع طبعا. اسمع ده هو هيقول لك ينفع. ينفع في على الاهلي. أيوة. والمريخ في اي وقت لما يلعبوا بقعد اتفرج عليهم. بتفرج في انا بس لا عايز اروح لحاجه اهم. اتفضل اخي العزيز السر. ان عايزين باذن الله المباراه دي تكون داعمه للعلاقات الاخويه. مش عايزين حد يعبث في هذه العلاقه زي ما حصل السنه اللي فاتت. كان في ايدي خفيه في ماتش الهلال، مش خفيه للاسف كنا شايفينها وهي تعبث في العلاقه بين الهلال والاهلي، ودي علاقه تاريخيه. فارجو ان يمهد الاعلام المصري والاعلام السوداني ان اللقاءين يبقوا على قدر ما انه كانه حقيقه بيننا وبين بعض
كأشقاء لبعض. لا، اللي حصل بالنسبة لمباراة الهلال والأهلي المرة اللي فاتت، أنا بفتكر كان في لاعب ليس له دخل بالرياضة وهو سيد العارفين. أيوه. ده شغل تاني وشغل ما موجه ضد الأهلي، هو موجه للداخل. لكن الوقت الأجواء مختلفة تماما الاختلاف، يعني حتى جماهير الهلال والمريخ دلوقتي بيتكلموا عن ياتوفي وممكن يصل الى الدور النهائي، وطبعا الاهلي لما يمسح يرجع جماهير الهلال كلها واقفه معاه، جماهير المريخ هتكون واقفه طبعا مع المريخ الى اخره، لكن اتمنى انه طبعا الاهلي يلقى في الدرمان نفس الحفاوه اللي بيلقاها دائما، واتمنى برضه الكابتن الكبير محمود الخطيب يشرف السودان ويشرف النورمان مره ثانيه، لانه له معجبين وله جماهير عريضه دائما تحب انه يكون هناك في السودان. سر جدور اسعدتنا وكل عام وانت بخير. السودان زي قواعد، يعني قاعده كبيره يعني. ان شاء الله يا استاذ، ونستمتع بكره وادي النيل ان شاء الله. بالله قبل ما اكسب. ان شاء الله. عايز اهني بالتلاميذنا لاننا شاعر غنى. انا عارف انت يا شاعر. اقول الى الامام الى الامام دائما. وعايز طلب بسيط جدا، يا ريت تسمعونا زين النوادي في ختام الحلقه. سامي عشوائي. زين النوادي في نهايه الحلقه. ان شاء الله باذن الله تعالى نمتعك بها باذن الله. تحياتي ليك الاستاذ معدي، ربنا يديك الصحه يا استاذ معدي. شاكرين ليك. شكرا جزيلا. خليك لنا وديم العلاقات. على احسن حال. شكرا جزيلا للاعلامي السوداني. كله تمام، كل عاشت مصر والسودان ودامت ارض وادي النيل امان. السلام عليكم. شكرا جزيلا للإعلام السوداني الكبير والشقيق الأستاذ السر أحمد جدور، واحد من نماذج الإعلام الموهوبين قوي. لا، راجل محترم وعاشق للأهلي وعاشق لمصر ويثرينا في مجلة الأهلي بكتاباته. ده عبد الرحمن الأبنودي بتاع الجنوب بتاع السودان، حاجة ما شاء الله، موهبة عالية جدا ومتعدد بقى في الشعر الغنائي، في الكتابة الروائية، في التقديم التلفزيوني، له برامج. يعني الكابتن شطه بيقول لي هو انت تعرف ان السر جدور ده تقدر تمشي معاه في السودان؟ ده سوبر ستار في الشارع السوداني. من تواضعه بيتكلم معانا. طبعا. طيب. حاجه ليها قيمتها الكبيره جدا عند الاشقاء في السودان. لانه طبعا. فعلا هو قيمه محترم ادبيه واعلاميه كبيره جدا.